لما لقيت ناس شتماك واللي انت متصور مع كانت محمود الخطيب و... انا اتخانقت مع مرتضى وهو في قوته، تمام، وهو في قوته، هو اكبر وهو في عزه، اتخانقت معاه، تمام. لكن النهارده مرتضى واولاده بيصدروا للناس ان 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 ان, إن, إن في عداوه بين الزمالك والاهلي، وان الزمالك هيقع بعد مرتضى. الزمالك مش هيقع. انتوا ليه بتصدروا للناس الكلام ده؟ يعني انا عايز اعرف انتوا ليه بتصدروا للناس ان الزمالك هيقع. الزمالك مش هيقع، الزمالك هو الزمالك غصب عنك وغصب عني غصب عن مرتضى وامير مرتضى واحمد مرتضى. ليه بتصدروا للناس ان الزمالك هيقع؟ الزمالك مش هيقع غصب عنكم، الزمالك مش هيقع. الاخ امير والاخ احمد والناس بتاعت الناس دي اللي بتاجر العيال بتوع اللجان الالكترونيه بتدفع لهم فلوس كل شهر. الناس دي النهارده، خلي بالك انت بتقول ده حصل معايا كذا مره يعني، بس انا ما بتكلمش. بقول لك ايه كريم، انا اتخانقت مع مرتضى في عزه، واتخانقت معاه في المحاكم في عزه، وبعت لي بلطجيه وانا بعت له بلطجيه في عزه. فانا مش خايف ان انا اتكلم على مرتضى دلوقتي، بس ما كنتش عايز اتكلم عليه علشان ما حدش يقول ان ميدو بيهاجم مرتضى وهو واقع وهو راجل ضعيف. بس للاسف اللي حصل معايا من امبارح للنهارده يخليني ان انا اقول لكم ان الراجل الجدع اللي لما يخرج من الزمالك يخاف على الزمالك. لما قابل الخطيب النهارده في مكان ايه ما سلمش عليه؟ مش عارف. سلم عليه طبعا، واصور وكل يوم هشوفه واتصور معاه طبعا، لان ده راجل اسطوره طبعا. امير مرتضى طلع بيقول على ميدو الى مسبره التاريخ، تمين يلا تمين تمين، ولا حاجه انت، ولا حاجه. مع احترامي ليك انت، لولا ابوك امير مرتضى، لولا ابوك واسمك مرتبط بابوك كنت ولا حاجه، عيب. وامير طلع بيقول لك الى مسبره التاريخ، الى التمين يلا تمين، انت ولا حاجه، ولا ولو انت عارف تتخانق معايا اتخانق معايا، تعرفش تتخانق معايا ما بيتخانقوش يعني، بيعملوا زي ما انت بتقول كده. الناس على اللي جاي الالكترونيه بيأكروا عيال يشتمونا والناس دي، انتوا ولا حاجه، لا انت ولا ابوك، انتوا كلكم ولا حاجه. كده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وارجو اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناه توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.